أهلا مرحبا بكم، هذه نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الموريتانية. نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. في تعليقه على نتائج الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وزير الاقتصاد والمالية يؤكد تخصيص 41 مليار أوقية من ميزانية 2018 لبرنامج التدخل السريع لمواجهة المشاكل الناجمة عن نقص الأمطار. وزارة الشباب والرياضة تخصص منحا مالية لأربعين جمعية شبابية في عدد من ولايات الوطن بهدف إنشاء مشاريع مدرة للدخل. محادثات أستانا حول الأزمة في سوريا تختتم دون تحقيق نتائج دبلوماسية، بينما يشهد الصعيد الميداني تطورا جديدا عبر استعادة القوات الحكومية السيطرة على مدينة دير الزور. أهلا بكم. علق وزير الاقتصاد والمالية خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة على مشروع القانون المتضمن قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2018 والبيان المتعلق بإصلاح سير المالية العامة للمؤسسات العمومية المستقلة اللذين تمت المصادقة عليهما خلال مجلس الوزراء الأخير. من بين المشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الصادرة عن الاجتماع الأخير للحكومة مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2018 وبيانا يتعلق بإصلاح تسيير المالية العامة للمؤسسات العمومية المستقلة. الخطوط العريضة لمعالم قانون المالية الأصلي لسنة 2018 استعرضها وزير الاقتصاد والمالية في المؤتمر الأسبوعي للحكومة. هذه الوضعية الاقتصادية المتوقعة 2018 لهي تخلق تسمح لنا بعد أن مواردنا الميزانوية لسنة 2012 نقدروها ب 527 مليار لسنة 2018 527 مليار. هذه 527 مليار نقارنوها مع المستوى اللي كانت فيه الموارد السنة الماضية، لين لاحظوا لأن نتوقعوا زيادتها بحدود 28 مليار مقارنة بالسنة الماضية. نفقاتنا لاهي تنتقل لحدود 518 مليار و 426 مليون. نفقاتنا السنة الماضية في قانون اللي هي السنة الحالية في قانون المالية المعدل اللي هو التالي كانت 487 مليار و 336 مليون و 432. وحول الآثار المتوقعة جراء نقص الأمطار، برنامج التدخل السريع 2018 لاهي ترتصد له 41 مليار أوقية، 41 مليار أوقية بزيادة 10 ملايير أوقية عن اللي كان مرصود السنة الماضية، موجهة لاحتياجاتها على في الحيوانات. توزيعها لا يتعود يم 16 مليار لا يتابع برنامج أمل، 10 ملايير من الأوقية لا يتعود مرصودة لاحتياجات مجال أعلاف الحيوانات وما تعلق بها، و15 مليار الدور تعدل بها البرامج الأخرى المصاحبة كيف قلت جهر الأبار في بليدة كاملة مرعاها فيها المرعى إياك تعود قد 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 يستفاد منها، والدور تواصل بها الاستصلاحات الزراعية اللي الزراعة المروية إياك تخفف ذاك القادة تخفف، والدور تواصل معها أيضا كيف قلت ترسيخ هذه التجربة اللي بدأ منها مشروع كبير من بيكة الأحواش واللي دور تبدأ كانها تعمم لياك نعودوا ما لنا حتى مرتبطين بهذه التقلبات المطرية. وبيّن وزير الاقتصاد والمالية أن نسبة النمو سنة 2017 تتراوح ما بين 3.5 و 4% وأن معدل التضخم يتراوح ما بين 2.2 و 2.5% مستعرضا التناقص الذي شهده العجز في الحساب الجاري إذ كان في حدود 29% سنة 2015 و 15% سنة 2016 وما بين 10 و 11% هذا العام. وبخصوص البيان المتعلق بإصلاح المالية العامة للمؤسسات العمومية المستقلة، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن الإصلاح الجديد سيمكن من دمج المالية العامة من خلال تنفيذ جميع نفقات الدولة وتماسك دورات الميزانية وتحسين عملية إعدادها. الممارسة اللي كانت عندنا في تسيير الميزانية كانت تفصل بين تسيير الإدارة اللي يؤخذ من خلال هذا النظام اللي ينقال له الرشاد، يقير كانت فيها إن براتيك أخرى هي لا ميزا ديسبوزيسيون، الفوضى اللي تنعطوا توف للمؤسسات تنحال لهم ويسيروها هما من خلال تسيير حسابات ما هو من خلال سلسلة
الرشاد العادي. وهذه الصيغة فيها قدر من المخاطر اللي حاولنا على ان نحاول نحد منها. وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة وقعت في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2017 اتفاقيات بقيمة 700 مليون دولار على شكل اتفاقيات تمويل خارجية، من بينها 20% على شكل هبات. تم اليوم بالعاصمة توقيع على عقود منح مالية لصالح 40 جمعية شبابية من 9 ولايات، وذلك من أجل تنفيذ مشاريع اقتصادية مدرة للدخل. جاء ذلك خلال حفل نظم من طرف مشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات التابع لوزارة الشباب والرياضة وممثل الجمعيات الشبابية المستفيدة. بعد تكوين 250 شابا على آليات وطرق تسيير المشاريع المنتجة، ينظم مشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات التابع لوزارة الشباب والرياضة هذا الحفل، وذلك لتوقيع عقود منح مالية بقيمة 80 مليون أوقية لصالح 40 جمعية شبابية في 9 ولايات من ولايات الوطن. الحفل المنظم بهذه المناسبة تميز بكلمة للأمين العام لوزارة الشباب والرياضة، أكد من خلالها على أهمية هذه المنح في تنفيذ مشاريع اقتصادية مثمرة لصالح الشباب. وفقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز التي تنفذها حكومة الوزير الأول السيد يحيى الحدمي، ها نحن وبحمد الله نشرف اليوم على تمويل مشاريع مقترحة من 40 تجمعا شبابيا في 9 ولايات من الوطن، خدمة لقيم التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية ومحاربة التطرف العنيف. إن هذه التمويلات والمنح تأتي بعد سلسلة من الإجراءات انطلقت في نوفمبر 2016 حين قامت وزارة الشباب والرياضة عبر مشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات عدة دورات لتدعيم القدرات في مجال تسيير المشاريع. استفاد منها 250 قياديا بالجمعيات الشبابية. رئيس بعثة التعاون الأوروبي في بلادنا سيد هانس كريستيان بيوموندا نوه بالجهود المبذولة من طرف الحكومة في محاربة التطرف والغلو، وذلك من خلال الدعم المستمر للشباب والعمل على دمجه في الحياة النشطة، مهربا في هذا السياق عن استعداد الاتحاد الأوروبي الدائم لدعم الجهود الرامية إلى تمكين الشباب وتشجيع روح المبادرة لديه. يؤدي انتشار ظاهرة الطلاق في أوساطنا الاجتماعية إلى توجه معظم النساء المطلقات للاعتماد على أنفسهن بالبحث عن وسيلة لكسب المعاش وتأمين القوت اليومي، وتعتبر السوق النسائية الخاصة ببيع الأثاث المستعمل في مقاطعة تيارت والمعروفة محليا بسوق تشبتشبات تجسيدا لكفاح المرأة وانخراطها في النشاط الاقتصادي النسوي. الزهرة عنوان لقصة كفاح وتحقيق للاكتفاء الذاتي أملت عليها ظروفها الاجتماعية الدخول في معترك حياة جديدة بعد خروجها من حياتها الزوجية، تتسم بالاعتماد على النفس ونبذ الاتكالية وتوفير لقمة العيش الكريم. واختارت الزهرة شق طريق العمل بالاندماج مع غيرها من النساء في هذه السوق النسائية المعروفة محليا بسوق التشبتشبات أو سوق الرحمة، والخاصة ببيع الأثاث والأدوات المنزلية المستعملة. عندها واحدة من العيالات اللي هون في هاي السوق، قولها سوق التشبتشبات مطبق عليهم اللي سوق المطلقات، وأنا اللي كواحدة من عيال مجتمع موريتاني كامل اللي كانت عندها تجربة، كانت عندها أسرة وبتركتها الحمد لله ومفصلت عن أسرتها، وعادت تبقى تعتمد على راسها، ما تبقى تنطرح على أهلها ولا تنطرحهم، اللي تعود عائق في المجتمع، تعود بدل ما تعود مساعدتهم تعود ناقصتهم. اخترت نعود مكتفية براسي ونعد العمل متهنت وشريف، ما يحوجني ندور شي عند الناس ولا نعود بقايتي في رقاش نعود ندور عنده شي، فهمتي؟ وهذا الأثاث اللي بدأت فيه أثاثي أنا شخصيا كنت أستخدمه في بيتي، هذا صالوني وهذا تركياتي وذا قدحاني وفراشي وآلتي كاملة، سمعتي؟ كامل الليالي ولا حيواني. وتعج هذه السوق المحلية بمختلف المقتنيات المنزلية من أفرشة مستعملة وملابس ومستلزمات أخرى استدعت الضرورة تسويقها والاستفادة من مداخلها الاقتصادية. احنا لا في السوق نقالوا سوق التبتبات نبيعوا الدبش اللي فايت فيه، مستمعين منه الحمد لله، وسو ما شاء الله ما عندنا مشكلة، غانينا عن ياسر ما نصلا قارية نعود عندنا شهادة والله شي. حليت هون تو حليت
الحمد لله عايشين فيه، ولا خاصة نشي الحمد لله نشروا ونبيعوا الحمد لله. كما توفر هذه السوق النسائية العديد من فرص العمل للنساء اللواتي يعكسن إصرار المرأة الموريتانية على إثبات وجودها والمشاركة في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب توفير الدعم اللازم لاستمرار نشاطهن النسوي. زمن نشتغل الحمد لله هنا تياها، وجاونا أخواتنا كاملات وفتحوا معانا، واللي عندها شي تجي تسوقوا ونشروه من عندها، وتوف وطالبات العليات كاملات عن انهم يعتمدوا النساء الموريتانيات يعتمدوا على روسهم ويتموا يشتغلوا ويتموا يحصلوا ما تشي يقنيهم عن ياسر من الامور ما ما ما, ما هو لايق بهم. وتجدر الاشاره الى ان هذه السوق تتميز عن غيرها من اسواق العاصمه لكون النساء فقط هن من يقمن على ادارتها وتسييرها، ويخصصن جل اوقاتهن للعمل فيها بالبيت. يعيش عدد من المكفوفين حياة خاصة، حيث يوزعون الوقت بين العمل نهارا في مهن حرة والتكسب على الطرقات وإحياء سهرات فنية ومديحية بالليل. مجموعة من هؤلاء قررت تأسيس فرقة موسيقية لإحياء السهرات وكسر النظرة النمطية إلى هذه الفئة، بوصفها فئة قادرة على الإبداع والتميز. وما تزال هذه الفرقة تعتمد على جهودها الذاتية وتتطلع إلى دعم أكبر من الجمهور. سعيد الحبيب. أول فرقة موسيقية من نوعها للمكفوفين في موريتانيا تضع بروفات سهرة فنية. فالموسيقى لغة توحد هؤلاء كما وحدتهم الإعاقة. عبد الله هو صاحب هذه المبادرة، هنا يلقبونه بالمايسترو. يداعب عبد الله أوتار جيتاره ضمن هذا الجوق الموسيقي المنسجم. توتر الأمل لا يعرف الصمت رغم التحديات. قام المكفوفين الموريتانيين استطاعت لأن تعدل هذه الرواية اللي متواضعة حسب إمكانياته هي، يا غير ما قطينا تلقينا أي دعوة من لا من الدولة ولا من الهيئات الخيرية ولا من الجهات ولا من المواطنين باطل بسطاء. ما نعرف الصرق ما كان لأن الإعاقة لأن ما زالت الناس مستخفة بها، ولكن نحن نحاول نكسر ذاك الحاجز اللي داير المواطنين قدامنا، شاكن المعاق ما يقد كل شيء يتخطاه. احنا همنا نتوصلوا طالبين من جميع المواطنين وجميع اللي يتابع هذه القناة اللي محترمة، لأنه ذاك اللي قادرين يدعمونا به سواء لنا جيتار ينفعنا وسواء لنا أي شيء في الآلة الموسيقية احنا ينفعنا. مشاكل الحياة اليومية تتطلب بالنسبة لهؤلاء أوتارا أخرى وإن قست، فتلامس أناملهم دروبا من حديد لصناعة جيوب للكسب ضمن مشاريع صغيرة لإنتاج السياج. اللي قال له التسول ما لك ليترى مكفوف يتسول ما راقمت إليه الحاجة، إما مشاكل أسرية إما مشاكل عنده هو. ما نقول بالنسبة للمكفوفين اللي نعرف ما عندهم عقدة نفسية في التسول مع أنهم ما يقدوا إليه كاملين، ولكن نحن الهدف عندنا الأساسي القصدنا من كل شيء نطيره إليه ياكن المواطن الموريتاني يفهم أن المكفوف مستطاع لأنه يشتغل وإلنه يقد شيء كل شيء عدله. لأن أنا ذا كنت خباز لرقمني أنا نيجيت لنواك شوطهون ما أجبرت مجتمع يقد يتعامل معايا بطريقة اللي نتعامل أنا بيها. بعض هذه المهن قد تشهد مداخلها تذبذبا وقد تتعرض للكساد في السوق، فلا يكون أمام هؤلاء سوى الخروج إلى الشارع طلبا للمساعدة، حيث لا بدائل بحسب هؤلاء. ما دامت استضافة أعضاء الفرقة في سهرات فنية كهذه لا تدر دخلا، وإن شكلت في جوانب منها رمزا لوحدة الصف الوطني، وحدة على إيقاعات يشاهدها الجمهور. ترقص قلوب هؤلاء فرحا لها.